Peut-être où لك هذا أنت يا واطي؟ فما شفتك تبخ البيت عم تسرق لمامون بيك؟ أنا ما سرقت شي ومامون بيك بعرف هالحكي منيح. شكو أبو هلال، النمس ما سرقني، أنا كنت غلطان. يعني ما سرق لك شي من الأوضة مامون بيك؟ لا ما سرقني شي من الأوضة، اتركوه وعمل لي فنجان قهوة. أمرك.